الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. اسلمنا خدم الكلنا سلست درجات ثالثة. الدرجة الأولى الإسلام. نيجي المرياد درجة إسلام نبلو الدرجة الثانية الإيمان. قال أي درجة ما إيمان نبلو الدرجة الثالثة الإحسان. قال سيد درجة ما إحسان لنا الدرجة الأولى الإسلام أركان الإسلام خمسة. نا مسلمنا حد انت مجمر يا درجة حمشتة حمشتة عند يعني الإسلام كهذا البناء يقوم على أركان أعمدة خمسة أسلامي كمزي قزان تدارينيو بحمشتة عند ثالثة تتوزب إيمانك شهادتين ناي مجمر يا ناي كلتا إقامة الصلاة صلاة مسقات إتاع الزكاة زكاة مهاب صوم رمضان مصوات مالتي وصوم مصوات, مصوات حج بيت الحرام لمن استطاع عليه سبيل حم شيء تدما نيربي غزا ويدما حرم مكه مراي مالت حج مقبار المرتبه الثانيه الايمان قال اي درجه نايتي اسلام تداري يدما ايمان دي بحال اركان الايمان سته نا ايمان عندتات شدشتي ان تؤمن بالله برب بحدا الله كتأمن وملائكته بتم الأخت كتأمن وكتبه بتصير بزور كتاب من ورسوله بتم الاختيارات مأمن واليوم الآخر بتنا مودة عالم مأمن وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره بتصير رب سبحانه وتعالى زو ز ز زفرد النجر تبغى يكون حما مأمن المرتبة الثالثة الإحسان دم ما بلس هل سيتدرجات ما إحسان بهال والله أعلم